خلينا نسلوك، ايش هو رايك في وضع بليد؟ نحمد الله ونشكره، حتى واحد ما يباتش بلاش عشاء، كله كذب، هذا فقير وهذا ما عنديش وهذا شنو، الناس كلهم ماشي، ما عندناش الفقراء وما عندناش كون يبات من غير عشاء. لا 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 لا، يعني لاباس علينا كل تبارك الله. قلت لك نحمد الله ونشكره، حتى ما عندوش يقف قدام ريستورون يقول له خويا نحب نتعشى ما عنديش، يقول له تفضل. عليه علاش نتحيلوا على رواحنا؟ قاعدين نتحيلوا على رواحنا، لاباس علينا نحمد الله ونشكره. والدنيا ماشيه، ينحيوا شويه العقليه نتاع الاحزاب والمنظمات، وهذه هي اللي هيك المجتمع بابليس، حاجه اخرى. لا لا، قلت ايضا انه الشعب في حد ذاته حتى هو مساهم في مشاكل البلاد. كيفاش الشعب؟ اسمع، الزطله والهرابش والشراب والفساد، شكون جابهم؟ شكون جابهم؟ شكون جابهم؟ العشريه القديمه ما كانش وقت الزين، ما كانش، كان اللي يهز راسه ياكل تريحه. سامحني، هلكوها البلاد ومازالوا يهبشوا، لتوا مازالوا يهبشوا. البارح برك انا شديت واحد رئيس يعني شعب نتاع حركه النهضه في المروج، شديته نقاه، شد دوسي ماشي قدام الجامعه يجاو زكيو عبد اللطيف المكي. علاش زكي فيه؟ هذا من حركة النهضة؟ اي، عبد اللطيف المكي مو من حركة النهضة. ده عمل حزب واحد. اي اي، سليما هذيك، سليما حزب واحد. باتين ده يعني. لا، توا قاعدين يهبشوا وحبوا يرجعوا للحكم، كان يرجعوا للحكم، والله حتى تونسي لا تدورها في الشارع لما يذبحونا بموس حافي. ولذا أنا كتبت للرئيس قلت له ثم مثل تونسي قص الراس تنشف العروق. الله غالب. يعني نجموا والا ما عادش نجموا نشوفوه مره اخرى في الحكم، خاصه لا لا لا، هذوكم لا، نحكينا على حركه لا لا، هذوكم لا، هذوكم لا، انت هات حركه. عارفش اقول لك؟ لا لا، هلكت البلاد، هلكتها البلاد. تصور وقت الكورونا ما جابوناش تلقيح، لين يضربوا بالكراسي بمجلس النواب. يزي يا عش بنتي، راهو خنار كبير عملوه، زرعوا زريعه تطور. الحاكم بتاع توا قاعد يقاسي في الناشي بجماعة الكرنية الأبيض، ناس عندها أملاكها وناس عندها رترات نتاعها وتاخذ في الكليعانة. يزيها ما أكثرش منك، هذه زريعة من الزريعة اللي زرعوها. وين نمشي معك أكثر؟ تحب نمشي معك أكثر؟ نمشي به. إذا العشرية الماضية مشيت على روحها، جا مساء 25 جويلية، شو رايك؟ خمسة هو قاعد يصلح، وليد وحده ما تصفقش. انا اش قلت لك؟ قلت لك انا كتبت له، قلت له يا سيد الرئيس راهو ثم مثل تونسي قص الراس تنشف العروق. هو ما حبش يقص الراس، حطه في الحبس. شنو هو من فوق كنت تحطه؟ يا اقتل اقتل اعمال كيف عمل السيسي، اقتل يقتل تو اللي في يده حجره يرميها. ما حبش يفهمها. الله غالب. احنا قادمين على انتخابات رئاسية ان شاء الله، الموعد نتاعها 6 اكتوبر. انت معناتها كمواطن تونسي، خلينا نسألوك شنية الحاجات اللي يلزمها تتوفر في حاكم الدولة؟ الحاجات، اول حاجة ساعة الوعي نتاع التونسي. التونسي مخلط برشا هنا في العاصمة، لو سخ جيت تقول له يا ودي نظف قدام دارك، خرج حاجاك الزبلة في الوقت، وقت تتعدى الكميونة ولا الحاوية ولا التراكتور ولا ما نعرفش شنو يتعدى، خرجها. لا، في كل وقت يخرج الزبدة. لا، خلينا نحكيه على حاكم الدولة، نحكيه على رئيس الدولة، شنو لازم تتوفر فيه؟ شنو أهم الحاجات تتوفر وتخول له أنه يكون رئيس دولة ويقود البلاد؟ اسمع، شوف، لازم يحط المينيتير، روى هذوما كلهم يدبروا في روسهم. لازم المينيتير الصرامة، صرامة هي العصار تجيب الثنية، بلاش عصار. تقييم الوضع في البلاد ماكو عمل تتحسن، ما غير جمهوريات، ما غير كذا، خاطر علاش؟ سابق ما غير ما نجدوا الماضي كل شيء، البلاد مرهونة كل شيء، بدينا نصلحوا فيها. الرئيس يرحم والديه، ما رينتي رمي الورود، هذا جاي ناحي الفساد، ومازال الفساد ماكو متواصل. دونك بدينا تحسنوا، دونك صحيح الرئيس تعبنا معاه،
وكيف تقولوا فيه البلاد صعبت وكل شيء، ما الحمد لله بدينا بشوية بشوية الحمد لله، فهمني؟ مي كما يقولوا الصبر ما دام نحينا في الفساد وكل شيء، فهمني؟ هاكتو فيه تو الرئيس واحد وحده يدور، يمكن ملفات هو يحل فيها الملفات، حل الملف هذا معناها دونك وحده يخدم، فهمني؟ والشعب انا معاه، فهمني؟ وانت تحكي على الفساد، خلينا نسالوك، هل انه الفساد عقليه عند التونسي والا صناعه؟ صناعه، خاطر العقليه ما تجيش، صناعه. الناس الفساد تعرف شنو استحلى الفلوس، الدنيا كيك استحلاها. كون عنده مليار ماذا بيه زوج، ماذا بيه اربعه، ماذا بيه خمسه، هذيك العقليه بتاع العربي راه. بتاع الناس بتاع العالم الاخرين لا لا، بالعكس. العقليه بتاع العربي ماذا بيه ديما المدينه الكل، الفساد. ماذا بيه يزيد الفساد، ما يهموش في غير وقت الفساد لابد راهو يجي نهار يتيح. يتيح فيه ربي، هاي بلغتنا نحن، يتيح فيه ربي، الفساد خاطر مش به. ضر فيها برك عائلات، بلاد كامله يتضروا فيها، منظومه غالطه، فساد كسر، هذي راه فساد راه من تركه، نحكيو على تركه قديمه. من عهد بورقيبه، يقولوا بورقيبه عطاها البلاد، صحيح عطاها البلاد دونك ما هذا شيء، اما ما خدمتها البلاد في الاسس الصحيح. البلاد كانت بلد في استقلال على الاسس الصحيحة، راهي بلاد في خير. علاش؟ هم القرى، انا بصفتي راني بحري، معناها سافرت العالم كله، شوف العالم كيف يعني. علاش نحن ديما مؤخرين عليه؟ خاطر مع الناس نص صحيح، كل واحد يخدم في مخه، كل واحد. المواطن التونسي عنده دخل، الشعب التونسي عنده دخل في تقدم بلاده والا انها توخر؟ بالطبيعه الشعب التونسي لازم يكون ينظم روحه، ما دام الدوله بتجيب تطبق وتتنحي الفساد وتتنحي الدنيا الكل، زاد العربي زاد الشعب لازم يكون مساوي، يعرف كيف يلقى حاجه في الزبله في الكياس، يعرف وين يحطها، يبدل الكبارات، يعرف ينظم حياته، ينظم حياته. نحن فرتي تو في مترو جينا مفرفتي، الناس تاخذ من غير وقت، علاش انا نشد ثمنها، نشد ثمنها بتاع الخدمه الاخرى ثمنها غدرني، سواء عندي كهرباء سواء ما عنديش كهرباء نطلع في مترو، علاش ما قمت السبعه انا؟ علاش ما قمت سته ونص؟ نمشي في عقلي، الناس الكل بدي لا، الناس الكل صبه واحد. هذيك الاقتصاد يولي كيك، يزمو حتى الشعب عنده دور، الشعب يزمو يكون عنده دور، يزمو كياس يبدا مجيب ويعرفوا نحط كرامته عليه. نحن يلزمنا نقدموا، نحن قعدنا نحن فكر مونتاليتي بتاع عام 70، عام استقلال، فهمني؟ ما زلت كما قال الرئيس او دارين موت توا، قال لك اخويا نظموا النظام القديم، القانون القديم، عاد بورقيبه اخويا نبدلوه، خاطر غال القانون غال، يلزموا في النص الصحيح، فهمني؟ الناس لازم تقدم، اول حاجه الشعب، الدوله صحيح يلزم توفر للشعب، حتى الشعب يلزم يكون عنده دور، يعمل يستحفظ على ملكه، زي ملك الشعب.